احسن مقابله ديال المنتخب رابع العالم، منتخب رابع العالم، وان شاء الله مؤهل بالفوز كاس افريقيا في الكوت ديفوار، وهذا الشيء تتمناه ان شاء الله، وهذا انتقام للمنتخب ديال 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 المنتخب اللي لعبنا معاه اليوم، نظرا لتصريحات ديال المدرب الجزائري عادل عمروش. حنا اليوم طردتوا ليه جواب في هذه المقابله هذه، وشكرا. صراحه مقابله زوينه بزاف، تفرجونا. وبالنسبه لرسميه المنتخب فهي صعيبه بزاف باللعابه اللي شكونوا، ونتمنى حظ موفق ان شاء الله للمنتخب الوطني. وناحي لاعب ممتاز، موهبه صعيده، وان شاء الله تعطي كل حق اللعابه كاملين باش يبينوا الموهبه ديالهم. وشكرا بزاف. شنو هما الحظوظ ديال المنتخب الوطني ان شاء الله؟ الربع النهائي ان شاء الله نتخطاو الربع النهائي، ونشوف علاش لا النهائي. كما كتشاهدوا اليوم جينا للقهوه كنتفرجوا في المنتخب المغربي ضد تنزانيا، والحمد لله النتيجه خرجت زوينه، وكنتمنوا التوفيق للفينال ان شاء الله باذن الله. تاع المنتخب كان مزيان الحمد لله، قدموا الاداء اللي كنا تنتسناو منهم، واخا تنتسناو ذاك الرابع فارغ الصبر، ولكن اخويا ما بغاوش ذوك اللعابه. وناحي فاش احتفلوا ذاك الاحتفال بعد راه سكت شي فوام كانوا تيدويو مورا الكاميرات ومورا الكلافيات، سكتناهم بعدا وتنتلاقاو معاهم. بغيت نقول هو انه هذه البدايه عباره عن بشره خير، وبالله المشروع ديال المنتخب كيبان مبهر واللي يقدر يمشي بعيد. السي وليد الكراكي راه خدام، ومجموعه اللي نقدر نقول هي احسن مجموعه دازت المنتخب المغربي في الكان، وان شاء الله كنتمناو نتيو هذا الكاس اللي هو الهدف ديالنا رقم واحد، وفي الختام ديما مغرب وديما كوكب. على الاسود ديالنا خويا، شرفونا اليوم ربحوا 3-0. الركراكي الله يعطيك الصحه وناحي، برافو عليك اخويا، شرفتينا، وان شاء الله غادي ندوزو ان شاء الله للدومي فينال، والفينال ان شاء الله مربوحه ان شاء الله.